بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. نقول لكم مرحبا بكم في قناة يوتيوب حامد ميكانيك. اليوم راح نوريكم كيفاش تنقوا لي زوبتيك تاعكم، الضوء تاعكم الامامي، اذا عاد ما يضويش في الليل وكتعودوا تمشوا تلقاو صعوبات كبيرة. كما راك تشوفوا دوك هتيا، شوف كيفاش راهم تالفين الصفورة. درك نبداو نقو الضوء هذا، ومن بعد نديرو مقارنة ما بين الضوء هذا والضوء الآخر. أول حاجة لازم نغسلوه بالماء، أنا ديجا غسلته، ومن بعد بابيافير نحكوه. بابيافير لازم يكون، نبداو بهذا الميل، في ميل نديرو الماء ونحكوه. كاين بزاف منكم اللي يقول راه من بعد يرجع، راه ما يرجعش. واش نكونسيبو ديروا شويه لصقه لهنايا نتوما باش ما تلسوش لابانتير هذه. اغسلوا بالماء، شلوا هكذا الطار تاعكم، وعاودوا عشان يتطلب شوية صبر. خوتي بعد ما حكينا بالبي ميل، نزيدو نعاودو نحكو بالبي دو ميل. قال بي دو ميل نحكو بيه، وشنا لازم تصبرو، ديرو شوية ماء. نحكم مليح بالبي دو ميل، من بعد شوية ماء هكذا. درك نشوفو كي شاب راه ولا مليح. كما راكم تشوفو درك هاتيا كاين فرق ما بين تاع اليمين، الضوء تاع اليمين، وما بين الضوء تاع اليسار اللي خدمناه. درك نخلوه شوية ينشف، وحنا نديرولو دبل في دي 40، ما ديروش الارباك، ديرو الدبل في دي 40. خوتي تقريبا راه هو نشف، راه تقولوا يا عمي حميد تقريبا راه ما خرجش مليح، بصح شوفوا دركا كي نديروا له برودوي دبل في دي 40 كيفاش يولي. نسقلو وحدكم، هاو البرودوي اللي غنديرو راه غالي بزاف. شوفوا دركا، شو ما بين هذا، نشوفوا ما بين هذا كاين فرق بعيد. خوتي ان شاء الله في الاخر راهي عجبتكم هذا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.